احنا بنستعد بقى في صباح الخير يا مصر وكجمهور ان احنا نشوف الماتش، فخلينا كمان ناخد بعض من الاستعدادات كده بوجودك معانا يا كابتن هاني. هنروح بقى للتليفون معانا الكابتن علي محمد علي اللي هيعلق على الماتش النهارده. صباح الخير يا كابتن ومنورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير وصباح الخير على كل مصر، وكده شايف التفاؤل موجود. او خليني طبعا ارحب بيكم، وطبعا ارحب بواحد من يعني اسطوره من اساطير كره القدم المصريه كابتن هاني رمزي. طبعا اللي انا شفته دلوقتي على طول استعدت ذكريات كاس عالم 90، وشفت طبعا تاريخه كست بطولات امم افريقيا كابتن هاني من الرموز الجميله لكره القدم. صباح الخير يا كابتن هاني. صباح الفل عليك، ومتالق دايما ودايما في تالق، وان شاء الله باذن الله هيبقى يوم حلو علينا كلنا ان شاء الله. ان شاء الله يعني انا مستبشر باليوم ان شاء الله كده من اوله وبادي حلو يا رب. ان شاء الله تكمل بالفرحه باذن الله، واحنا بنتفائل بصراحه بالماتشات اللي بتعلقها. ده حقيقي. ربنا يخليك، احنا نتمنى ان شاء الله ربنا يوفقنا. ده اهم حاجه مباراة النهارده، مباراة طبعا صعبة، مباراة كبيرة. منتخب الكاميرون منتخب مرشح، هو الدولة المنظمة للبطولة، بيملك نجوم، لكن عندنا ان شاء الله ثقة كبيرة قوي في لاعبتنا ان شاء الله وجهازهم الفني. طيب كابتن علي بقى قول لنا، عايزين نعرف استعداداتك انت للماتش النهارده. والله بصي انا عايز اقول لك على حاجه، المباريات دي يعني استعدادها اكتر بيبقى استعداد نفسي صحيح. وتركيز اكتر، لان المباريات دي بتبقى 90 دقيقه، قد تكون 120 دقيقه وركلات ترجيح، فانت محتاجه في اليوم ده تكوني هاديه قوي، تكوني انا طبيعتي على فكره سواء مباراه نهائيه مباراه كبيره مباراه مهمه نفس الاستعداد. بحب قوي يوم المباراه ببقى مع مركز قوي مع نفسي، بروح بدري جدا للملعب لو كانت من الملعب، بروح بدري قوي لو كانت من كابينه التعليق. بتواجد في ظروف دايما بحاول اهيئ نفسي ما اتعرضش لاي مؤثرات خارجيه خالص. الشقاوه بقى الولاد، الحاجات اللي ده في الجامعه ده في البيت ده حفيد سخن، مش الامور دي كلها بحاول دايما طبعا متعايش معاها، لكن بحاول بفصل تماما 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 عشان التعليق. يعني في اليوم ده بالذات الجماهير تبقى منتظره المباراه، والمعلق يعني طبعاً. ليه دور برضه مهم في متعه المشاهد او المستمع يعني. طيب انا عايز اسال حضرتك سؤال بقى مهم، يعني دائما ما يطلب من الاعلاميين الحياديه التامه، بيطلق ما خليكم حياديين طول الوقت، بس في الامور اللي زي دي اللي فيها البلد بتلعب صعب. يعني انا ما ينفعش يبقى معايا كابتن هاني رمزي هنا واقول المنتخب وتشكيل المنتخب وتشكيل المنتخب الكاميرون وهنلعب ازاي والافضل هيكسب، لازم هيكون في عندنا تحيز لبلدنا. ازاي وانت بتعلق على ماتش 120 دقيقه لو راح اكسترا تايم او بينالتيز او حتى 90 دقيقه، يعني الواحد يسيطر ازاي وهو بيعلق على ماتش زي ده في نص نهائي بطوله كبيره زي افريقيا؟ انت جبت يعني واحده من النقاط المتعبه جدا ومرهقه جدا للمعلق بالتحديد. المعلق اساس عمله الحياد، لان كمعلق انت بتوصف صوره، انا مش بدي راي، انا بوصف صوره، انا بالزبط. دوري كمعلق وصف الصوره مع يعني بعض الامور الفنيه مش بعمق قوي، لان في استوديو تحليلي هو ده اللي عنده الدور ده، لان في ادوار يعني احنا برضو في خلط، بيحصل خلط اوقات من بعض الزملاء يعني. فانا كل تركيزي على المباراه، انا بطلع بعد المباراه يعني مش عايز اقول لك المباريات دي بالذات ببقى تعبان جدا جسمانيا، لان كل انفعالاتي بتبقى مجبوطه داخليا. لكن طبعا اكيد اكيد انا بعلق لبلدي، لازم برضو يعني صحيح سياسه المكان اللي انا بعمل فيه وسياسه القنوات اللي بشتغل فيها هي الحياد، لان احنا مش بنخاطب بس الجماهير المصريه، احنا بنخاطب العالم العربي كله وبنخاطب جماهير اخرى، ممكن مش كل الجماهير بتشجع المنتخب المصري، فبالتالي لازم تراعي في امور طبعا دي. لكن في حاجات يعني نقدر نقول ايه، في امور مباحه في حدود معينه. انا طبعا اكيد انفعالي ببلدي انفعال كبير جدا، والواحد بيتاثر جدا، ودايما الواحد ما تقول مصر انت شوف ممكن الواحد يبكي يعني ربنا ما يكتبها علينا ويبقى تبقى كل ماتشاتنا فرحه بالظبط. لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله. طبعا الله. كابتن علي محمد علي يعني شرفتنا، وان شاء الله ان شاء الله النهارده يعني كلنا نتبسط، وكمان خلال تعليقك النهارده يعني يبقى زي ما انت قلت كده حتى لو في دموع فرح ان شاء الله. شكرا جزيل الشكر.